انتوا دلوقتي كنتوا واقفين محترمين ولا قلتوا ادبكم فالدخلية ضربتكم؟ لا احنا كنا واقفين بنهتف هنا في ميدان طلعت حرب ومفيش اي احتكاك حصل بينا. فجينا بمدرعات بتاع الامن المركزي من المصفحات جت من هنا من الشارع بتاع طلعت حرب دوت ودخلت علينا من الشارع دوت 9 تمام بس وبدا يضربوا علينا غاز بكميات فظيعه. ليه رد فعل الداخليه عنيف كده في ضرب الغاز؟ والله انا مش عارف يعني حد يعني الكلام ده احنا قلناه قبل كده وقال لو تطلع كل مره مسؤول من وزاره الداخليه ومن مسؤول عن الامن المركزي يقول لك احنا ما بنتعاملش مع المتظاهرين ما بنضربش لكن الكلام الواقع غير كده خالص. ضرب زي ما هو زي ايام 25 يناير واوسخ واضل كمان حتى الغاز يعني الغاز احنا ما شمناش قبل كده اول مره نشم غاز بالطريقه ديت.